هابو سينج، ها حاسس ان انت كده مش في وعيك ودماغك هربانة منك خالص. انا بيض اللي مش في وعي ولا انت؟ طيب انا هويك عقاب كلامك ده. انت بقى مقبوض عليك. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت ايه عشان تقبض عليا؟ بقى عايز تعرف انت عملت ايه والسبب اللي خلانا اقبض عليك؟ ان الفندق اللي انت قاعد تقضي فيه وقت لطيف حصل فيه جريمة قتل، وانت بقى تبقى القاتل اللي بدور عليه. جريمة قتل ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ ومين ده اللي انا قتلته؟ مستعجل ليه؟ هقولك على كل حاجة، انما دلوقتي مقبوض عليك. يلا على الاسم، يلا يلا خد. بتوجع قوي، بتوجع قوي. خدي كمان. هو يستاهل. كفاية. خد. أنا نفسي أخش أضرب معها أنا كمان. كفاية. تعال هنا وبصلي كويس، أنا مش هسيبها غير لما تعترف. قول لي يلا، قتلت ياجل ليه وبينك وبينه إيه؟ اعترف واخلص بدل ما انزل فيك ضايب لحد ما يبان لك أصحاب. ما أنا أصلي مش هسيبك غير لما تعترف وتقول على كل حاجة. يلا قول لي قتلته إزاي؟ بقول لك إيه؟ أنت أكيد حاجة حصلت في دماغك. أنت نسيت إن أنا المفوض؟ ازاي تعمل فيا كده؟ يعني المفوض المفروض اخاف منك مثلا؟ اسمعني بقى كويس، لما حد بيتكب جريمة المحكمة بتعتبره خايج عن القانون ومجرم، مش هتفرق بقى ساعتها انت مفوض ولا حتى مسؤول كبير. كلامي واضح؟ لكن انا ما ارتكبتش جريمة ولا عملت اي حاجة خالص. اسكتي. ما عملتش حاجة؟ امال كنت بتعمل ايه مع جولفام هناك في الفندق؟ أنا رحت الفندق مع جولفام عشان في قضية إحنا شغالين عليها بقالنا فترة وقربنا نحلها. كنت هناك علشان تحل قضية ولا تحل الجولفام مشكلتها؟ أنت صح، اعترف. يلا خد دي ودي كمان. ها، أنت كنت قاعد بتقضي وقت حلو معاها، إنما أنا كنت بشتغل، بدأتها من الشايع. لا، أنا كنت ظابط وبقيت مفتش، وأنت بقى عمال تهزي، وفي الآخر حضرتك بقيت أنت المفوض. ده أنا مش هسيبك علشان المفيود أنا اللي أبقى مكانك. بس أنا ما كنتش بهزر ولا بلعب خالص. إحنا كلنا هنعرف الحقيقة قريب، لأن جولفام هتيجي على هنا. أنا بس بصراحة مستغربة قوي لما الناس اللي زيك مش بيعملوا شغلهم كويس ومقضيينها هزار. أمال الناس اللي زينا احنا يعملوا ايه بس؟ انت عارفة يا أنجوري ان دي أذكى حاجة قلتيها من سنين. هايل. شكرا. بص بقى، انا هفضل اضيف فيك كده لحد ما تبطل الهزاي ده. انا مش فاهم، هو انت بتضربني عشان انا ارتكبت جريمة وقتلت الراجل اللي عمال تقول عليه ده، ولا عشان انت يا ابو سنج عرفت ان انا وجولفام كاليه كنا قاعدين مع بعض؟ طبعا علشان انت اكيد كنت مع جولفام كاليه، وهو اتضايق منك علشان كده بيضربك. صح. ليه؟ هي جولفان دي من بقية أهلك وأنا معرفش. هو أنت بقى متضايق كده ليه؟ قولي. عايز لو اتكلمت معايا تاني بالطريقة دي أنا هحط العصاية اللي في إيدي في بقك ده عشان تخلص. حزاي بقى أشوفك معاها تاني. عايف لو حصل؟ أنا بقى هعيط شغلي معاك المية دي كويس قوي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.